عليكم كي دايرين، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم مره اخرى عندي في القناه. اليوم فيديو جديد. اول شيء نبغي نشكر كاع الناس الجدد اللي انضموا للقناه ديالي، شكرا بزاف ما شاء الله، يعني فوق تقصير اللي تزادوا 7000 ابوني عندي في القناه. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم للقناه ديالي، وما ننساش الناس القدام، شكرا بزاف، وعلى التعليقات الرائعه اللي كتخليوها لي في حقي. هاد لا فيديو هادي غادي نشارك معكم جوله في الجريده ديالي. بزاف ديال الناس اللي طلبوا مني انني نصور لكم الجريده ديالي، واليوم هاد لا فيديو درته نزولا عند الرغبه ديالكم. بالنسبه للمنازل هنايا في هولندا، سواء اللي كيكونوا مستقلين او اللي كيكونوا في العمارات، ولي كومبلكس كيكونوا كاملين الطوابق الارضيه يعني كيرافقوهم بالجريدات. بالنسبه للديور المستقلين كيكونوا عندهم جريده اماميه، وكاينه جريده اللي كتكون من الوراء. بالنسبه ليا انايا يعني عندنا كومبلكس، الجرده القداميه نتاع الكومبلكس كامل، وعندي فقط الجرده اللورانيه. بالنسبه للجريده يعني واخا كتشوفوا يعني ماشي شي جرده اللي كبيره بالمقارنه مع الجريدات هنايا ديال هولندا، ولكن حاولت نستغل هاد المساحه هذه. يعني كيف ما كتعرفوا ان الجريده سورتو الوليدات هما اللي كنبغيهم انهم يستغلوها، وكيف ما كتشوفوا معايا انا المساحه الكبيره درتها لهم غازون، هكا يقدروا يلعبوا فيها سواء الكره ولا لي بيسيكلات ديالهم. وكذلك من كيكون الجو زوين كندير لهم فيها لا بيسين، كيستغلوها في الحقيقه. وهكا كنفضل انهم يلعبوا في الجريده ديالهم الا ما كانش عندي الوقت انني انا نخرجهم يلعبوا في الدار، حسن من اللي كيخرجوا بوحدهم. كيف ما كتعرفوا الوقت راه ما بقاش امان. في الحقيقه كتنفع بزاف، واخا فيها التماره بزاف، سيرتو الناس ديال هولندا راهم كيكونوا كيعرفوا هاد المعاناة ديال الجريدات هنايا، لأن الأرض كلها رملة، وكل مرة كتصدخ الأرض خاص الواحد يعليها وخاص يقادها، يعني فيها بزاف ديال التمارة وكذلك حتى المصاريف. بالنسبة حتى لي بلونت حتى هما من بعض المرات في فصل الشتاء كيضيعوا، سورتو مين كتفوت المشتقة صحة بزاف ديال النباتات اللي كيضيعوا بالجليد. غير شنو هو الواحد يعني بالتجربة وبالمطول يعني كيعرف شنو هما النباتات اللي كيبقاو مدة طويلة. بحال في هاد الوقيتة كيكونوا بزاف ديال الورود اللي كيبيعوهم، كيتزرعوا، كيكونوا بأثمنة رخاص وكل شيء، وكيكون المنظر ديالهم زوين. أنا بداتي جربتهم شحال مرة في الجريدة، ولكن ما كيصدقوش وما كيطولوش. يعني الأغلبية أنا شنو كنختار الهورتونسيا والورد، الورد اللي يعني البلدي هو اللي كيبقى، واخا كدوز عليه المشتى صعيبه وكيتحرق كله، ولكن سبحان الله غير كتجي فتره نتاع الربيع والصيف كيخرجوا كيرجع عاوتاني كيدير الورد ديالو. يعني هما اللي ما كيضيعوش، كيبقاو على طول العام واخا كيتحرقوا كيف ما قلت لكم في الجليد، ولكن بعد من كيدخل عليهم الربيع كيتسقدوا. والحاجه اللي كتفرحني بزاف في الجريده ديالي هي فاش كنزرع شي حاجه ديال الخضروات وكتصدق لي، يعني واخا ما كانش عندي التجربه في هذا الشيء هذا، ويعني تعلمت بزاف ديال الحوايج سواء من الجار ديالي ولا مرات امي اللي كنشكرها من هذا المنبر هذا، حتى هي كانت جات عندي وتخلعت. سيرتو فاش شافت المطيشه، كانت عندي واحد المطيشه ما شاء الله اللي درت بزاف ديال الحبات وكامله مسكينه طاحت في الارض. انا حسبت ليها كيما شريتها صغيره خليتها، ولكن هي اللي وراتني كيفاش نعلقها، ومسكينه علقتهم لي كاملين. ومن بعد بقات هكا كتعطي ديك مطيشه ما شاء الله قداش رجعات. بالنسبه هنايا كيف ما كتشوفوا معايا الفلفل الحار، كيف ما كتشوفوا ما شاء الله شحال دار ديال الفلفل. هنايا في هولندا الفلفل الحار غالي بزاف، غير نص كيلو كيدير ب6 اورو. يعني شبعت منه الفلفل الحار، وحتى صدقت منه الله يقبل شحال. وهذه الفلفل الحلو حتى هي، شو ما شاء الله الفلفل ديالها لذيذ بزاف،
هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما حيدته من الشجيرة الفلفل الحار كيف ما كتشوفوا ولذيذ وحار بزاف، وسيرتو هذا الاحمر واحد المذاق فيه رائع البنات. كذلك هنايا كيف ما كتشوفوا معايا الشجيرة ديال الدنجان، ما شاء الله عرفتوا شحال عطات ديال الدنجان ولذيذ بزاف، شويتو درت به زقلوك كيجي رائع هذا الدنجان هذا الصغير. وفي الحقيقة ما كانش كما الحاجة اللي كتكون طبيعية بيو، كتحسوا بأنكم كتاكلوا شي حاجة اللي نقية، ما كرهتش نزرع كل شيء عندي في الجريدة. ما كتشوفوا هاد الشجيره هادي يلا خديتها بها بالدنجان ديالها غادي نغرسها حتى هي. بالنسبه للمطيشه كيف ما كتشوفوا معايا ما شاء الله شوفوا شحال ديال المطيشه اللي خرجت ما شاء الله. يعني اي حاجه كتغرس في الساعه كتطلع سبحان الله، وكتكون كيف ما قلت لكم لذيذه، ما كانش كما الحاجه اللي كتكون طبيعيه. وهذا النعناع ما شاء الله كيف ما كتشوفوا طلع حتى هو، كنت خديته غير من ليدل ما جبتوش معايا من المغرب، وفي الاول كان غير الطب كاع ماشي زين، ولكن فاش بقيت كنقطع به كيف ما كتشوفوا رجع حرش والريحه ديالو رائعه، غير فاش كنسقيه كتطلع ديك الريحه ديالو، واللي كيذوقوا عندي كيعجبوا ما شاء الله رائع. يعني واخا غير ديال هنايا سبحان الله مين بقيت كنقطع منه ونعاود رجع حرش تقول النعناع ديال المغرب. هنايا كيف ما كتشوف معايا البطاطا، واحد المره كنت خديت البطاطا وبقات لي هنايا حتى درت النباته، قلت اجي نديرها في داك التراب هذاك، وما شاء الله يعني خرجت لي واحد الكميه ديال البطاطا. شنو غادي نقول لكم، واحد طويجن بها رائع رائع. يعني شنو غادي نقول لكم، فرق كبير بين هاد البطاطا اللي كتكون هكا بيو واللي كناخذوها من المحلات. شنو غادي نقول لكم، ما كرهتش تكون عندي شي جريده اللي كبيره ونزرع فيها كل شيء يكون بيو في الدار، ولكن للاسف يعني الجرده صغيره ما عنديش فين ندير كل شيء هذا الشيء، وخاص المقابله بزاف. ولكن في الحقيقه فاش كتشوفوا هكا شي حاجه كتنجح وكتصدق يعني الواحد كيفرح بها بزاف. وهادو الشجيرات ديالي ديال الحامض، كنحماق على الشجر نتاع الحامض سورتو ملي كيديروا داك الزهر ديالهم، راهم باقيين صغار يعني خديتهم صغار من هكا وما شاء الله راهم كبروا. بالنسبه لهاد الشجيره هادي كتبقى في هاد الحجم هذا، وما شاء الله شحال كدير ديال السيترون كتجي رائع ديالها، فيه الماء بزاف. شي نهار نشاركو معكم تشوفوه، واخا صغير حتى هو والشجيره باقيه صغيره، ولكن ما شاء الله كدير واحد الحامض فيه الماء بزاف. بالنسبة للورود كيف ما قلت لكم، انا كيعجبني هذا الورد هذا هو اللي كيصدق، وكيف ما قلت لكم واخا كيفوت عليه الجليد كيموت وكيرجع سبحان الله مع الربيع كيرجع من جديد. كيف ما كتشوفوا هذه الشجيرة هذه سبحان الله كتخرج الورد الابيض والوردي في نفس الوقت، الورد ديالها رائع وفيه واحد الريحة زوينة بزاف، ماشي كما هذاك الرومي اللي ما كاينش فيه كاع الريحة، فيه واحد الريحة زوينة. عندي هادو اللي مخلطين هكا شجيره كتخرج الورد الابيض والغوز، وكاينه هذيك اللي شفتوها في الاول في الغوزان ديال اللون ديالها، كيعطي واحد المنظر رائع في الجريده، وحتى الريحه من كدوزو عليهم يعني الواحد كتعطيك الرغبه انك تجلس في ديك الجريده وكتشم ديك الرائحه. بالنسبه للهورتنسيا كيف ما قلت لكم البنات، هي اللي كدوم مده طويله حتى هي بحالها بحال هاد الورد، يعني واخا كيكون الثمن ديالهم غالي للورود اللي كيخرجوا في هاد لا سيزون هادي اللي كيتباعوا رخاص، ولكن يعني ما كتبقاوش كل مره كتشريو، يعني كيبقاو مده اطول في الجريده وكتكونوا مهنيين هكا. يعني حتى انا ما كنتش عندي تجربه، وكان يعجبني كل وقيته من كيقرب فصل الصيف كنلقى دوك الورود كنجيبهم وكنزرعهم، ولكن في الاخر كنصدق حاصله غير فيهم باش تخرجوهم وترميوهم تحيدوهم ديك الجريده، يعني فيها التماره اللهم تاخذوا واحد النوعيه اللي كتبقى مده طويله. كذلك هاد الورود هادو انا ما عارفه السميه ديالهم، كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم رائع واللون ديالهم كذلك، ولكن غير مده قصيره كيبقاو مفتحين هاد الورود هادو، من بعد كيطيحوا دوك الورود، ولكن حتى هما واخا كتفوت عليهم المشتى ما كيضيعوش، يعني كيتحرقوا في المشتى، من بعد من كيجيو فصل الربيع حتى هما كيرجعوا.
وهنايا هاد لي فاز هادو كيف ما كتشوفوا درتهم قرب فين كنجلسوا هنايا. هادو درت فيهم الخزامه، الريحه ديالها رائعه البنات، ولكن هنايا راه كاين الفرق بين الخزامه والخزامه، كاينه اللي فيها الريحه وكاينه اللي لا فيها غير الديكور، يعني خاصكم تعرفوا شنو غادي تاخذوا. بالنسبه لهاد الفاز هذا كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو رائع ديال النحاس. هذا كان الجار ديالي من دخل للدار لقى عندي بزاف ديال الحوايج ديال النحاس وقال لي واش كيعجبوك، ومسكين جابولي هذا راه انتيك ما عرف من زمان هاد الفاز هذا، وعجبني الشكل ديالو، درته في الجريده كندير فيه هكا الورود. هاد الورد هذا حتى هو زوين كيف ما كتشوف في المنظر، ولكن خساره في الساعه كيضيع حتى هو، يعني ما كيطولش. وبالنسبه للكلي فين كنجلسوا كيف ما كتشوفوا مخليه واحد المساحه اللي صغيره، يلا فين كيجيو الكراسه مع الطبله ديالهم، فين كناكلوا فين كنجلسوا. اما المساحه الكبيره مخليها للوليدات كيف ما قلت لكم فين كيلعبوا. وبالنسبه للغازون، انا عندي الغازون الاصطناعي ماشي الطبيعي، في الحقيقه عملي بزاف ما فيهش التماره، ماشي كما الطبيعي كل مره كيكبر خاص الواحد يقطعوا وهكا، يعني ما كيكونش داك الغيص في الارض من كتكون الارض من الدية. وسهل في التنقية ديالو، غير كيتشطب او لك تفوتو عليه لاسبيراتور كيرجع نقي بزاف، سيرتو الا شريتو شي كاليتي اللي كتكون زوينة وكتكون عالية، حتى الوليدات من كيلعبو ما كيتضروش. بالنسبة لهاد الكوان هذا كيف ما كتشوفو دايرة فيه الربوج اللي ما كيبانش، يعني مدرق من الداخل من الدار ما كنشوفوش. هنايا فين دايرة الشوهاية، التيو اللي كنسقي به، وكذلك الحوايج اللي كنقد بهم الجريده واللي كنقي بهم. هذه هي كانت الجريده ديالي، نتمنى ان هذا لا فيديو ينال اعجابكم. اي استفسار اي تساؤل مرحبا، خليوه لي في التعاليق ديالكم غادي نجاوبكم اكيد. ونتمنى انني نكون لبيت الرغبه ديال الناس اللي طلبوني على هاد لا فيديو هادي. كنقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.